أعزائي المشاهدين، صباح الخير. تشير الدراسات والإحصائيات العالمية أن 70% من الأطفال في العالم قد تعرضوا للتحرش الجنسي بطريقة أو بأخرى، وأن نسبة التحرش الجنسي بالطفل قد تصل من 12 إلى 15%، أي ما يعادل 200 ألف حالة سنوياً. هل الخوف من الفضيحة هو السبب الرئيسي لتفشي هذه الظاهرة؟ أم هو قلة الوعي المحيط بنا سواء من قبل العائلة أو المؤسسات التعليمية ووصولا إلى الخطوط الحمراء الغير مسموح تجاوزها في مجتمعاتنا العربية؟ ما هي الطرق الواجب اتباعها لتوفير الأمن العاطفي والجسدي والهدوء النفسي لهذه الفئة الضعيفة التي تمثل بدورها جيلا جديدا، أحلاما جديدة، ومستقبل مستقر ومثمر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سيتم الإجابة عليها من خلال ضيفتي الدكتورة بسنت فاروق، دكتورة في علم النفس. صباح الخير دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتورة، خليني أتحدث بالأول أو أبتدي حديثي معك عن الظاهرة هاي المتفشية، التحرش الجنسي بالأطفال. برأيك شو هو السبب الرئيسي لتفشي هاي الظاهرة بمجتمعاتنا حاليا؟ والله هو في عدة أسباب. هو مبدئيا أنا بس أحب أعرف الأول إن هي فعلا هي ظاهرة مقتحمة على مجتمعنا المصري والوطن العربي بأكمله. بلا خجل ولا استحياء. طبعا، لأن شخصية الشخص اللي بيقوم بعملية التحرش ده بيكون إنسان مضطرب نفسيا. احنا ما بنقولش عليه مريض، لكن بنقول عليه مضطرب نفسيا، disorder. لأن WHO قالت إن لفظ اضطراب ده هو سلوك غير مقبول ولكن يمكن تعديله. أوكي. يعني ممكن تعديله. ممكن تعديله طبعا، لأن في دلوقتي في بنعمل العلاج اللي هو العلاج تعديل السلوك المعرفي. ده عن طريق جلسات وبدون أدوية خالص، وبيجي نتائج هايلة جدا. جلسات نفسية. جلسات نفسية. لإعادة تأهيله. تمام. هون خليني الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. بالضبط. وقوفا هون خليني هلا، مثل ما تعودنا عاده نحن دائما بنحكي عن المجني عليه اللي هو الطفل اللي تم التحرش بيه. لا، خليني سلط الضوء شوي على الجاني لمعرفة الأسباب، ممكن النفسية، الاجتماعية، وأحيانا حتى الجسدية والله اللي بتخليه يعمل هيك سلوك شائن أو سلوك غير سوي. هو في ثلاث أنماط لشخصية المتحرش. في النمط الأولاني اللي هو النمط السايكوباتي. السايكوباتي ده هو شخص عنده رغبة جنسية وبيفرغها في أي موضوع وفي أي حد يشوفه، سواء طفل أو أي حاجة. هو عنده رغبة بدون النظر للعواقب، وقد يتخلص من الضحية. وده حصل بالفعل. بقت جريمة كاملة. وفي الطيب التاني اللي هو المتحرش بالصدفة. اللي هو قد يكون عنده اضطراب في الهوية الجنسية. بمعنى ان هو اتربى على ان ما يعرفش حاجة عن اي موضوع جنسي او ما شابه ذلك. فبالتالي لما بيشيل مثلا طفل صغير على رجله او حاجة فبتحصل له استثارة. فده بنسميه متحرش بالصدفة. بس هاد بدون ما يقصد. بدون ما يقصد. ولكن ده عشان كده بقولك ان احنا دلوقتي بنعمل علاج. ده سبب. ده سبب. وفي الثالث اللي هو البيدوفيليا. اللي هو بيكون انسان كامل وسوي جدا وذو مكانه ومرموقه اجتماعيه ومتزوج وكل حاجه، ولكن ما بيشبعش الا بتفريغ رغبته مع الاطفال. وهذا الشخص بيجيله بعد كده احساس كبير قوي بالذنب وتانيب الضمير، ولان هو حاجه يعني في ضمير صحيح، لان هو بيعتبر مريض، هو بيعتبر مضطرب، هو بيحتاج فعلا لجلسات بيجيب معاه نتيجه. طبعا الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي بيجيب معاه نتيجه هايله. دائما او خليني احكي عن التاثيرات النفسيه هلا بالجانب الثاني اللي هو الطفل. التاثيرات النفسيه والجسديه اللي ممكن يعاني منها طبعاً. وفي حاله تكتم، انت عارفه اكيد انه في تكتم كتير على هاي المواضيع بمجتمعاتنا، عيب وحرام وما يصحش والامور دي. ففي حاله تكتم شو هي المخاطر او المستقبل اللي مستني هذا الطفل؟ صحيح. بصي حضرتك تناولتي نقطه التكتم كطريقه في العلاج، احنا ممكن هنوصل لها. ولكن دلوقتي انا هتكلم على الطفل.
هنا انا بعول على الاسره. الطفل من اول سنتين اول ما بيتولد لغايه سن 6 سنين في كل مرحله من سنتين ليهم مشاكل، 4 سنين لمشاكل، 6 سنين لمشاكل. من 4 ل 6 هو بيبقى في مرحله التعرف على الهويه الجنسيه. هنا بيبقى دور الاهل 100% دور الاهل. لازم يوعوا الطفل بكل مكان في جسمه وازاي يقدر يدافع وازاي ايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح بدور بطريقه طبيعيه ما فيهاش وسواس، ما فيهاش زياده بحيث ما تبقاش حاجه مرضيه. بالمعقول. بس ما ينفعش اني انا ما اعرفش الطفل اي حاجه عن جسمه ولا ايه اللي ينفع يعمله وايه اللي ما ينفعش يعمله، او نعتبره عيب او نعتبره تمام. يعني مثلا صحيح صحيح لازم انا اقوم بالتوعيه دي. يعني انا هنا ما باخد المنحة التوعوي احسن من المنحة العلاجي اكيد. تمام. فانا لما اوعي الطفل باماكن جسمك، ما ينفعش حد تاخد حاجه من حد، ما ينفعش تروح مع حد غريب، كل ده انا لازم اديها له في الفيدباك بتاعته طبعا. علشان هو لو ما خدش ده مني المعلومات دي هو مش هيعرف يتصرف لما يجي حد يمشي معاه او يكلمه او تعالى انا هوديك عند بابا او كذا. هيمشي معاه صح. فلازم انا ادي له خلفيه ان لا ما ينفعش انك انت اي حد حتى الحفاظ على جسمه. فلازم ده كل ده دور الاهل بالظبط. هو يعني انت بوجهه نظرك حاليا انه الاهل هي المؤسسه الاولى للتوعيه بالنسبه للطفل. طبعا عليها دور كبير. طب انا بدي اعرف بس من خلال خبرتك الطويله بهاي الامور اكيد اللي بتسمعي عنها وبتعالجيها وبتمشي فيها، شو نظره المجتمع للطفل اللي تمارس عليه هذا الاستغلال الجسدي؟ بصي، هي عشان الظاهره لسه يعني بدات تظهر على السطح دلوقتي فما بقاش فيه هو ما عندهمش الوعي الكافي للتعامل مع هذه الظاهره. فاحنا بردك دور الاماكن الارشاد النفسي والمؤسسات التعليميه انها تهيئ الاهل. اصلا الاهل نفسهم بيبقى عندهم زي ستيجما زي وصمه ان ازاي حصل كده او بينكروا. هي هو النكران، هو النكران. فانت مع نكران المشكله انت بتزودي المشكله صح. انت ما بتعالجيش المشكله كيف. بس معلش نوضحها علشان هي اثبتت كل الدراسات ان اللي بيتعرض للتحرش الجنسي وما بيتعالجش او ما بيروحش لمعالج نفسي وبيخجل من هذه الحادثه وبيتكتموا عليها وبيجيها جو من الخجل وخلاص وانسى الموضوع، النسيان ما بيأديش اي نتائج لانه اصلا ما راح يتم النسيان ما حصل ما تعالجتش الموضوع اكيد. تمام. أكيد. هما لازم بيحتاج للريهابيتيشن. والطفل بعدين الخطوة الثانية شو رح يكون فيها لو تكتمنا على هذا الموضوع؟ هيطلع عدواني جدا. هيطلع عدواني جدا، عنده مقاومة اجريشن بطريقة فظيعة. لان هو حاسس ان هو مقهور. مقهور ان الاهل ما مش سامحه له، لان في بعض الاهالي في اطفال راحوا بيشتكوا لهم بحاجة زي كده ضربوهم. فتعامل بطريقه غير تربويه. هي سيركل ممكن تكون انه هذا الطفل رح يرجع يعمل هذا الفعل نفسه باطفال تانيين لما لان الطفل اصلا يعني هو الطفل اللي عمل ده بصي هو في بيبقى فيه جانبين، هو في بيبقى جانب كمان عنده حب استطلاع وحب استكشاف وعايز يشوف طب هو زيه زي غيره ولا اللي غيره مختلف ولا ايه. دي بردك بتبقى دي الحاله الطبيعيه دي الحاله الطبيعيه طبعا. فبالتالي انا دور التوعيه انا مع الموضوع ده مش هتقل النسب بتاعته. انا خليني اقول لك ان منظمه الصحه العالميه WHO 2005 كانت الاحصائيه اللي طالعه ان 1.5 مليون فتاه دون 16 سنه تعرضت للتحرش الجنسي. تمام. كل سنه سنويا دي نسبه كبيره كتير. ده 2005 و750 الف ولد و750 الف ولد تعرضوا للتحرش الجنسي. فلك انت تخيلي عدد كبير. عدد كبير. ده المعلن. ده المعلن بالظبط. ده المعلن. انت بدك تاخدي نص النسبه هاي مو معلن. مو معلن طبعا. طبعا مش معلن. صحيح. لا دي عن جد مشكله كبيره كتير. طب هلا خليني احكي قبل ما احكي عن الحكم القانوني لمرتكب هذا الفعل او للجاني بعيدا عن موضوع العقاب، خليني اسالك بس في عندنا هون مؤسسه ممكن تكون مسؤوله عن الدعم او اعاده التاهيل لهذا الشخص، مؤسسه وليس اشخاص، مؤسسه لما تشوف انه هذا الشخص عنده ميول تقريبا لانه ممكن احيانا بيظهر عنده ميول باين قبل ما يرتكبه. ممكن في مؤسسة عنا هون بتدعم هذا الموضوع وبتعيد تأهيل الشخص؟ هو إعادة التأهيل دي بتبقى تخصص السيكولوجي اللي هو المعالج النفسي اللي بيعالج من غير أدوية. تمام. إنما كمؤسسة أو كمكان موجود هو بالفعل هو مفيش، لأن هي أشخاص اللي بيقوم بيها أشخاص في عيادات خاصة أو في أماكن. يعني هيكون مثلا في مستشفى مثلا هو شخص، لكن مفيش مؤسسة كاملة
ما في مؤسسة للموضوع. مع إن في أشد احتياج. برأيك نحن محتاجين في أشد احتياج مع ارتفاع النسبة مع عدم الوعي التثقيفي للمجتمع محتاجينها جدا. طيب دكتورة خليني أحكي هلأ عن العقاب أو الحكم القانوني اللي بالبلد هون اللي عنا هون بمصر. شو هو الحكم القانوني للجاني؟ هو للأسف إن إلى الآن بيعتبر الطفل اللي بيرتكب هذه الجريمة لغاية سن 18 سنة هو طفل فبيحاسب معاقبة الأطفال حتى لو كان سايكوباتي وتخلص من الضحية بقت الضحية يعني حصل يعني ممكن لو حصل الفعل بعمر 17 يدخل سنة هو واحدة طفل. بس هو سنة واحدة أو بالأقصى 3 سنين وبيتم معالجته نفسيا ولا لا هو دخل السجن وطلع خلاص يمارس حياته الطبيعية هو ما أعتقدش طبعا أن الشخص السايكوباتي ده بيبقى يعني هو عدو لنفسه وعدو للمجتمع هو بيبقى فعلا بيبقى محتاج ريهابيتيشن لأن هو بيطلع أعنف وعنده عدوان هو مش مدرك للعدوان يعني العقاب ما حل أي مشكلة ما حلش أي مشكلة أنا خليني أقولك أن لفت نظري أن جمهورية تشيلي هي من أقصى البلاد اللي بتحقق العقوبة على المتحرش أن يتعملوا عملية جراحية يا لا دي نهاية المتحرش مش دي كده نهاية المتحرش عشان يحرم طب حلو احنا خلينا بس نرفع طلب لهنا طيب انت برأيك شو العقوبة المناسبة لمرتكب هذا الفعل؟ والله انا اعتقد انها فعل انه بيقضي على طفل سواء بيتخلص منه بجريمة قتل او ان هو بيعتدي على جسم لا لازم العقوبة يعاد النظر فيها على حجم الارتكاب يعني لو هو تحرش من غير قتل يبقى ليه عقوبة لو تحرش بقتل يبقى من قتل يقتل طبعا وانا معك يعني بساندك بهذا الموضوع انا بدي اعرف بس هلا دور المؤسسات اللي هي بتشمل الاهل المؤسسات التعليمية بتوعية الأطفال للتوعية الجسدية للأطفال إنه ما حدا يلمس جسمهم أو هيك كيف يعني الطريقة الصح من المؤسسات للطفل صحيح هو ده يجي عن طريق إن إحنا بنوعي الطفل من أول ما يخش المدرسة عن طريق قصص حكايات هو الطفل في المرحلة دي لا ما يفهمش غير التقليد والمحاكاة فهو لو تقدمت له المعلومة في صورة ماريونيت عرايس في صورة فيلم كرتون قريبة لمستوى تفكيره طبعا إنه لازم أنزل مستوى تفكير الطفل طبعاً. بنفس الأدوات اللي هو بيفكر بيها تمام فدي افضل مرحله ان احنا نقدر من خلال المؤسسه التعليميه من خلال حصه بتخش مثلا عن طريق عرايس ماريونات بنتكلم عن العرايس لا لازم خلي بالك ما ينفعش حد غريب يجي يقرب من جسمك كده غلط عن طريق قصه هو بيتخيل هو طفل يعني عنده مهاره التخيل في السن ده كبيره جدا صح والمعلومه ما يعرفش المعلومه الدايركت صح يعني لو جيتي قلتي له اوعى تعمل كذا هو مش هيطبقها انما لو شاف بعينه حكايه والمدرسه علقت عليها هو ده أحسن طريقة للطفل وقوفا عند هاي النقطة دكتورة أنا حابة شو الرسالة اللي أنت حابة توجهيها للأهل للمؤسسات التعليمية وللمجتمع بشكل عام الرسالة التوعوية بهذا الشأن وبهذا الموضوع تمام أنا طبعا زي ما قلت حضرتك أنا مع الجانب النمائي الوقائي وليس العلاجي الإكلينيكي يعني أنا ما استناش لما المشكلة تقع وبعدين أرجع أدور على العلاج لا أنا أعمل الجوانب الوقائية طالما إن الظاهرة أوريدي بقت موجودة وظهر على السطح إذن أنا أوعي أنا أعمل تربية سيكولوجية للأولاد الأم الأهل لازم أدي ورش عمل للأهل يعني إيه تربية يعني إيه رب الأولاد وما فيش حاجة اسمها عيب ولا حرام الكلمتين دول ما ينفعش أنا أقولهم للطفل إن الطفل لا يدرك هذين المعنيين دول هو مش مدركهم تمام إنما يدرك إني أنا أديله صلابة وأقوي وأفهمه إن لو حصل أي حاجة تيجي تقولي ما تخافش ولازم في علاقة ود وعاطفة ما بين الأم وطفلها يعني ما ينفعش الطفل يشتكي من حاجة يجي يحكيها لمامته وتضربه أكيد مثلا أكيد طبعا فلازم طبعاً. التربية السيكولوجية دي مهمة جدا جدا شكرا لك كتير دكتورة لوجودك معي اليوم هون مرسي. وأنا بقدر وكل الناس أكيد بقدروا هاي المعلومات وبنتمنى طبعا أنه يتم تطبيقها كلياتها بمجتمعنا لنحافظ عليه يا رب أعزائي المشاهدين بتمنى أنه الرسالة التوعوية اللي توجهت فيها الدكتورة تدخل لكل بيت عند كل طريقة تفكير لحتى نقدر نبني مجتمع سليم معافى ومتوازن كان معكم لوتس حتاحت شكرا للمتابعة